تزامناً مع ذكرى 30 لمصادقة الجزائر على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. تعقد الجلسات الوطنية الأولى حول واقع الطفولة في الجزائر لتقييم ما تم إنجازه في المجال، لا سيما من خلال العديد من السياسات والبرامج التي أولتها الدولة الجزائرية لهذه الفئة، انطلاقاً من أن الاستثمار في طفل اليوم يحدد مصير المجتمع مستقبلاً. لقد حظي محور الطفولة في مخطط عمل الحكومة بحيز هام تمتد فروعه لتشمل مختلف المجالات، حيث يهدف خصوصاً لحماية الأطفال من كافة أشكال الضرر أو الإهمال أو العنف أو سوء المعاملة أو الاستغلال، وقد تم من أجل ذلك اتخاذ كل التدابير المناسبة لوقايتهم وتوفير الشروط اللازمة لإنمائهم ورعايتهم والحفاظ على حياتهم وتنشئتهم تنشئة سليمة في بيئة آمنة. هذه الجلسات التي تنظمها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة بالشراكة مع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ستسمح للفاعلين في المجال للإدلاء بآرائهم وتقديم اقتراحات جديدة للتكفل الأمثل بهذه الفئة التي تمثل اليوم ثلثي العدد الإجمالي للسكان. حظيت الطفولة في بلادنا بترسانة قانونية ثرية تكفل لهم حماية واسعة، وتشدد العقاب على كل من تسول له نفسه المساس بحقوقهم ورفاهيتهم، وتخضع للتحيين المستمر لتتكيف مع ما يشهده العالم من تطورات وتحولات للتصدي لكل المخاطر التي تتربص بأطفالنا. حققنا تحسناً في العديد من المؤشرات التي ظهرت في تقارير مجلسنا الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والتي بيّنت تحسن الوضع الصحي والتربوي والغذائي للطفل، غير أن رهانات جديدة تتطلب منا جميعاً تضافر الجهود من أجل رسم سياسات وبناء تصورات لبعث استراتيجيات جديدة بخصوص هذه الفئة في بلادنا. وستشكل مخرجات هذا اللقاء والتوصيات المنبثقة عنه ورقة طريق جديدة من شأنها إضفاء فعالية أكثر في مجال حماية وترقية الطفولة في الجزائر.